جی سنائیے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب ناقص ثلاثی مجرد. باب اول ناقص یائیت. باب ضربت من الرمی واندختن. رمى يرمي رميا فهو رام رمي يرمى رميا فذاك مرمي لم يرمي لم يرمى لا يرمي لا يرمى لن يرمي لن يرمى الامر منه ارمي لترمى ليرمي ليرمى والنهي عنه لا ترمي لا ترمى لا يرمي لا يرمى والظرف منه مرما والجمع مرام والآلة منه مرما مرماة مرماء والجمع مرام ومرامي وافل تفضيل المذكر منه ارمى والجمع ارام والمؤنث منه رميا رميات رمان. باب دبوم ناقص واوي. اسباب نصرات من الدعاء طلب كردن وخاصة. دعا يدعو دعاء فهو داع ودعي يدعى دعاء فذاك مدعو لم يدعو لم يدعى لا يدعو لا يدعى لن يدعو لن يدعى الامر منه ادعو لتدعى ليدعو ليدعى والنهي عنه لا تدعو لا تدعى لا يدعو لا يدعى والظرف منه مدعا والجو مدع والآلة منه مدعا مدعاة مدعاء والجو مدع ومداعي وأفعل تفضيل المذكر منه أدعى والجمع أدعى والمؤنث منه دعيا دعيات دعاء. باب السبب ناقص واوي. أسباب سمعات من الرضا والرضوان الراضي شدن. رضي يرضى رضا ورضوانا فهو راض ورضي يرضى رضا ورضوانا فذاك مرضي لم يرضى لم يرضى لا يرضى لا يرضى لن يرضى لن يرضى الامر منه ارضى لترضى ليرضى ليرضى والنهي عنه لا ترضى لا ترضى لا يرضى لا يرضى والظرف منه مرضا والجو مراض والآلة منه مرضا مرضاة مرضاء والجو مراض ومراضي وافضل التفضيل المذكر منه ارضى والجو اراض والمؤنث منه رضيا رضيات رضا. باب شهر ناقص يائيت. باب فتحج السعي وكشش كردا ودويدا. سعى يسعى سعيا فهو سعى وسعي يسعى سعيا فذاك مسعي لم يسعى لم يسعى لا يسعى لا يسعى لن يسعى لن يسعى الامر منه اسعى لتسعى ليسعى ليسعى والنهي منه لا تسعى لا تسعى لا يسعى لا يسعى والظرف منه مسعى والجو مساع والآلة منه مسعى مساعة مساع والجو مساع ومساعي وافعل تفضيل المذكر منه اسعى والجمع اسعى والمؤنث منه سعيا سعيات سعى. ابواب ناقص ثلاثي مزيد. في باب اول ناقص واوي. اسباب افعل الاعلاء بلند كردن. اعلى يعلي اعلاء فهو معلن اعلي يعلى اعلاء فذاك معلن لم يعلي لم يعلى لا يعلي لا يعلى لن يعلي لن يعلى الامر منه اعلي لتعلى ليعلي ليعلى والنهي منه لا تعلي لا تعلى لا يعلي لا يعلى والظرف منه معلن معليان. باب دبوم ناقص واوي. اسباب التفعيل التسميه نام نهادا. سمى يسمي تسمية فهو مسمى وسمي يسمى تسمية فذاك مسمى لم يسمي لم يسمى لا يسمي لا يسمى لن يسمي لن يسمى الأمر منه سمي لتسمى ليسمي ليسمى والنهي منه لا تسمي لا تسمى لا يسمي لا يسمى والظرف منه مسمى مسميان. باب السبب ناقص يائي. أسباب مفاعلة المرامات بأي جيجر ديراندادي كردن. رام يرامي مرامة فهو مرام ورمي يرام مرامة فذاك مرام لم يرام لم يرام لا يرامي لا يرام لن يرامي لن يرام الأمر منه رام لترام ليرام ليرام والنهي عنه لا ترام لا ترام لا يرام لا يرام والظرف منه مراما مراميان. باب شعر ناقص واوي. أسباب تفعل التعدي تجاوز كردن. تعدى يتعدى تعديا فهو متعد وتعدي يتعدى تعديا فذاك متعدا لم يتعدى لم يتعدى لا يتعدى لا يتعدى لن يتعدى لن يتعدى الامر منه تعدى لتتعدى ليتعدى ليتعدى والنهي منه لا تتعدى لا تتعدى لا يتعدى لا يتعدى والظرف منه متعدا متعديان. باب فنجم ناقص واوي. اسباب التفاعل التسامي اظهار بلندي كردن. تسامى يتسامى تساميا فهو متسام وتسومي وتسامى تساميا فذاك متسام لم يتسامى لم يتسامى لا يتسامى لا يتسامى لا يتسامى لا يتسامى الامر منه تسامى لتتسامى ليتسامى ليتسامى والنهي منه لا تتسامى لا تتسامى لا يتسامى لا يتسامى والظرف منه متساما متساميان. باب الششم ناقص واوي. اسباب افتعال الاعتلاء بلند شدن. اعتلى يعتلي اعتلاء فهو معتل واعتلي يعتلى اعتلاء فذاك معتل لم يعتلي لم يعتلى لا يعتلي لا يعتلى لن يعتلي لن يعتلى الامر منه اعتلي لتعتلى ليعتلي ليعتلى والنهي منه لا تعتلي لا تعتلى لا يعتلي لا يعتلى والظرف منه معتلا معتليان. باب حفظ ناقص واوي. اسباب انفعال الانجلاء روشن شدن. انجلى ينجلي انجلاء فهو منجل وانجلي ينجلى انجلاء فذاك منجل لم ينجلي لم ينجلى لا ينجلي لا ينجلى لا ينجلي لا ينجلى الامر منه انجلي لتنجلى لينجلي لينجلى والنهي منه لا تنجلي لا تنجلى لا ينجلي لا ينجلى والظرف منه منجلا منجليان. باب هشت ناقص واوي. اسباب استفعال الاستعلاء طلب بلندي كردن. استعلى يستعلي استعلاء فهو مستعل واستعلي يستعلى استعلاء فذاك مستعل لم يستعلي لم يستعلي لا يستعلي لا يستعلى لن يستعلي لن يستعلى الامر منه استعلي لتستعلي ليستعلي ليستعلى والنهي منه لا تستعلي لا تستعلي لا يستعلي لا يستعلى والظرف منه مستعلا مستعليان. ابواب لفيف ثلاثي مجرد. باب اول لفيف مفروق. اسباب ضربه شن الوقايه حفاظه كردن.
وقاية وقاية فهو واق ووقي يوقى بقاية فذاك موقي لم يقل لم يقل يقيل يقال يقيل لن يقى الأمر منه قيل توقى ليقل يوقى والنهي منه لا تقل توقى لا يقل يوقى والظرف منه موقا والجو مواق والآلة منه ميقا ميقات ميقا والجو مواق ومواقي وأفعل تبديل المذكر منه أوقى والجمع أواق والمؤنث منه وقيا وقيات ووقا باب دبوم لفيف مقرون أذباب ضربت الطي في جدا طوى يطوي طيا فهو طاب وطوي يطوى طيا فذاك مطوي لم يطوي لم يطوى لا يطوي لا يطوى لن يطوي لن يطوى الأمر منه اطوي لتطوى ليطوي ليطوى والنهي منه لا تطوي لا تطوى لا يطوي لا يطوى والظرف منه مطوى واليوم طاب والآلة منه مطوى مطواة مطواء واليوم طاب مطابي وأفعل تبديل المذكر منه أطوى والجمع طاب والمؤنث منه طيا طضيات طضا أبواب لفيف ثلاثين مزيد في باب أول لفيف مفروق أبواب إفعال الإيصاء وسية كردن أوصى يوصي إيصاء فهو موسى أوصي يوصى إيصاء فذاك موسى لم يوصي لم يوصى لا يوصي لا يوصى لن يوصي لن يوصى الأمر منه أوصي لتوصى ليوصي ليوصى والنهي منه لا توصي لا توصى لا يوصي لا يوصى والظرف منه موصى موصيان باب دوم لفيف مقرون أسباب التفعيل شن التسوية برابر كردن سبى يسوي تسوية فهو مسب وسوي يسوى تسوية فذاك مسب لم يسب لم يسب لا يسب لا يسب لن يسبي لن يسب الأمر منه سب لتسب ليسب ليسب والنهي منه لا تسب لا تسب لا يسب لا يسب والظرف منه مسبا مسويان باب السبوم لفيف مقرون أسباب مفعلة المساواة برابر كردن ساوى يساوي مساواة فهو مساب وسوبي يساوى مساواة فذاك مساوى لم يساوي لم يساوى لا يساوي لا يساوى لن يساوي لن يساوى الأمر منه ساوي لتساوى ليساوى ليساوى والنهي منه لا تساوي لا تساوى لا يساوي لا يساوى والظرف منه مساوى مساويان باب التهارم لفيف مفروق أسباب التفاعل التولي بلاية قبول كردن ووالي شدن تولى يتولى توليا فهو متولي وتولي يتولى توليا فذاك متولى لم يتولى لم يتولى لا يتولى لا يتولى لن يتولى لن يتولى الأمر منه تولى لتتولى ليتولى ليتولى والنهي منه لا تتولى لا تتولى لا يتولى لا يتولى والظرف منه متولى المتوليان باب فنجوم لفيف مفروق أسباب تفاعل التوالي مسلسل كاركردن توالى يتوالى تواليا فهو متوال وتولي يتوالى تواليا فذاك متوالى لم يتوالى لم يتوالى لا يتوالى لا يتوالى لن يتوالى لن يتوالى ألم منه توالى لتتوالى ليتوالى ليتوالى والنهي منه لا تتوالى لا تتوالى لا يتوالى لا يتوالى والظرف منه متوالى المتوالى يعني باب الششم لفيف مفروق أسباب افتعال الاتقاء ترشيدا اتقى يتقي اتقاء فهو متق واتقي يتقى اتقاء فذاك متق لم يتقي لم يتقى لا يتقي لا يتقى لن يتقي لن يتقى الأمر منه اتقي لتتقى ليتقي ليتقى والنهي منه لا تتقي لا تتقى لا يتقي لا يتقى والظرف منه متقى متقيان باب حفتم لفيف مفروق باب استفعال الاستيلاء غالب شدن استولى يستولي استيلاء فهو مستول واستولي يستولى استيلاء فذاك مستول لم يستولي لم يستولى لا يستولي لا يستولى لن يستولي لن يستولى الأمر منه استولي لتستولى ليستولي ليستولى والنهي منه لا تستولي لا تستولى لا يستولي لا يستولى والظرف منه مستولا مستوليان أبواب مضاعف ثلاثي مجرد باب أول مضاعف أسباب ضربات الفرار جريختا فر يفر فرارا فهو فار وفر يفر فرارا فذاك مفرور لم يفر لم يفر لم يفر لم يفر لم يفر لم يفر لا يفر لا يفر لن يفر لن يفر الأمر منه فر فر افرر لتفر 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 ليفر 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 والنهي منه لا تفر لا تفر لا تفر لا تفر لا تفر لا تفر لا يفر لا يفر لا يفر لا يفر لا يفر لا يفر والظرف منه مفر واليوم فار والآلة منه مفر مفرة مفرار واليوم فار ومفارير وأفعل تفعيل المذكر منه أفر والجمع أفار والمؤنث منه فر فريات فرر فر 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 فرت فرتا فررنا فررت فررتما فررتم فررتي فررتما فررتن فررت فررنا فر 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 فرت فرتا فررنا فررت فررتما فررتم فررتي فررتما فررتن فررت فررنا يفر يفر يفران يفرون تفر تفران يفررن تفر تفران تفرون تفرين تفران تفررن أفر نفر يفر يفر يفران يفرون تفر تفران يفررن تفر تفران تفرون تفرين تفران تفررن أفر نفر لم يفر لم يفر لم يفر لم يفر لم تفر لم تفر لم يفرن لم تفر لم تفر لم تفر لم تفر لم تفر لم تفررن لم أفر لم نفر لم يفر لم يفر لم يفر لم يفر لم تفر لم تفر لم يفرن لم تفر لم تفر لم تفر لم تفر لم تفر لم تفررن لم أفر لم نفر
لن يفر لن يفر لن يفر لن يفر لن تفر لن تفر لن يفر لن تفر لن تفر لن تفر لن تفر لن تفر لن تفر لن أفر لن نفر لن يفر لن يفر لن يفر لن يفر لن تفر لن تفر لن يفر لن تفر لن تفر لن تفر لن تفر لن تفر لن تفر لن أفر لن نفر فر 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 إفرنا لتفر 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 لتفررنا ليفر 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 لتفر لتفر ليفرنا لأفر لنفر ليفر 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 لتفر لتفر ليفررنا لأفر لنفر لا تفر لا تفر لا تفر لا تفر لا تفر لا تفر لا تفررنا لا تفر لا تفر لا تفر لا تفر لا تفر لا تفر لا تفررنا لا يفر لا يفر لا يفر لا يفر لا تفر لا تفر لا يفر لا أفر لا نفر لا يفر لا يفر لا يفر لا يفر لا تفر لا تفر لا يفر لا أفر لا نفر فر أسلم كيا تھا فر أسلم فرر برودن ضربت دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے اول کو ساکن کر کے ثانی میں ادغام کیا تو فر ہوا يفر أسلم كيا تھا يفر أسلم يفر برودن يضرب تام دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے اور ان کا ما قبل یعنی فا ساکن تھا تو حرف اول کی حرکت ما قبل یعنی فا کو دے دی تو یفر رو ہوا اور دونوں حرفوں میں ادغام کیا تو یفر رو ہوا شاباش بھائی شاباش اگلا باب لکھئے بھائی باب دوم مضاف باب دوم مضاف اسباب نصرا اسباب نصرا چون المد چون المد زیادہ کردن زیادہ کردن مد یمد مدن مد يمد مدا فهو ماد فهو ماد ومد يمد مدا ومد يمد مدا فذاك ممدود فذاك ممدود لم يمد لم يمد لم يمد لم يمد لم يمد لم يمدد لم يمد لم يمد لم يمد لم يمدد دیکھا ہے بھائی یہاں تین قسم تینوں حرکتیں آ رہی ہیں دال پر بھائی لم یمد لم یمد لم یمد لم یمدد لم یمد لم یمد لم یمد لم یمد لم یمد لم یمدد لم یمد لم يمدد لا يمد لا يمد لا يمد لا يمد لن يمد لن يمد لن يمد لن يمد لکھ لیا بھائی الامر منہ الامر منہ مد 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 امدد الامر منہ مد 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 امدد مد 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 امدد لتمد لتمد
والجمع ممادد لکھ لیا بھائی. وافعل التفضيل المذكر منه امد والجمع اماد والمؤنث منه مدا. یا لکھنی آخر میں بھائی, دال پر کھڑی زبر پھر لکھیں. مدیات مددن لکھ لی گردان بھائی. جی.
جی یہ گردان باقی گردانوں سے تھوڑی سی مختلف ہے کہ یہاں پر حالت جزمی میں باقیوں میں تین طرح پڑھنا جائز تھا مفرد کے صیغوں میں. میں نے بتلایا تھا وہ صیغے جن کے ساتھ کوئی ضمیر بارز نہ جڑی ہوئی ہو. حالت جزم میں وہاں پچھلے بابوں میں جہاں ضرورت پڑی وہاں تین حالتیں جائز تھیں بھائی, جیسے اقشعرہ میں لم یقشعرہ لم یقشعری لم یقشعرر, تین حالتیں تھیں. یہاں چار حالتیں بھائی, ضمہ پڑھنا بھی جائز, لم یمدہ لم یمدی لم یمدو لم یمدد, یہاں ضمہ بھی پڑھنا جائز ہوا ما قبل کے ضمے کی وجہ سے بھائی. ما دال سے ما قبل کیا ہے؟ میم, اور میم پر ضمہ تھا اس کی وجہ سے ضمہ پڑھنا بھی جائز ہوا بھائی. جبکہ گزشتہ جتنے باب ایسے گزرے ان میں دیکھ لیں ما قبل میں ضمہ کسی کے اندر نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ دیکھو یہ ساکن ہے آخر میں بھائی, جزم آنا ہے سکون آنا ہے, اور اس صورت میں دونوں کا ادغام ہوا ہے تو اب ایک حرکت تو ہمیں دینی پڑے گی. تو الساکن اذا حرک حرک بالکسر, اس وجہ سے کون سی حرکت دیتے ہیں؟ کسرہ والی, ایک کسرہ بھی جائز ہے. نیز فتحہ جو ہے وہ اخف الحرکات ہے, سب سے ہلکی حرکت کون سی ہے؟ فتحہ ہے, وہ فتحہ اس صورت میں پڑھنا جائز ہے مولانا. اور ضمہ یہاں میں نے بتلایا ما قبل میں چونکہ ضمہ تھا تو ضمہ پڑھنا بھی جائز ہوا. اور فک ادغام یعنی ادغام کو توڑ دینا, دونوں حرفوں کو الگ الگ پڑھنا, جیسے یہاں کیا پڑھا؟ لم یم دود بھائی, تو یہ بھی جائز ہے بھائی. اور یہ کون سے صیغوں میں صرف جائز ہے؟ اس طرح چار صورتیں یہاں پر جن کے ساتھ کوئی ضمیر بارز ملی ہوئی نہ ہو بھائی. گردان لکھ لی بھائی, دہرانے کی ضرورت تو نہیں جی, کر لیں گے خود ہی. ہاں تو یہ پہلے صیغوں کے اندر مفرد کے صیغوں میں چار حالتیں پڑھنا جائز ہیں, باقی گردان اسی طرح ہوگی بھائی. جیسے اقشار لم یقشعرہ کی گردان آپ نے کی تھی, لم یقشعرہ کی گردان کی تھی, اقشعرہ کی گردان کی تھی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ گردان میں وہ ایک ہی صورت پڑھیں بھائی, فتحہ والی آسانی سے. چلیے بس مولانا, ھذا هو المرام, واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.